اليوم تأخرت الجلسة ديال محاكمة السيد النقيب محمد زيان والسي رشيد بوروا والأستاذ ميلود شطات أمام غرفة الجنايات ديال الأموال محكمة السنة في بالرباط، لأن كما لاحظتوا راه جا واحد العدد مهم ديال الزملاء ديال المحامين اللي سجلوا المؤازرة ديالهم لأول مرة، ومن حقهم أنهم ياخذوا أجل قصد الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ديالهم. حضور مهم، حضور قوي، لأن النقيب زيان فهو أحب من أحب وكره من كره، يبقى نقيبا للمحامين. وحنا في المحاماة واخا كنكونوا خصوم واحد على طرف والآخر، ولكن حنا أول قبل أي شيء حنا أسرة عائلة. كما قال واحد الزميل هو كيرافع، حنا الدموع كتهبط من قلبنا لما نرى هذا المنظر. فالزملاء مشكورين جدا، حسوا بواحد القهرة لما كيشوفوا النقيب ديالهم في هذه الوضعية، فاستجابوا النداء ديال فيدرالية اتحاد المحامين الشباب مشكورة، واللي بينات مكانتها القوية داخل المحاماة. وما علينا إلا نشكروها ونعاودوا نشكروها وننهوا بها، لأن بينات بأنها كتكون حاضرة فاش كيكونوا القضايا الكبرى كتتعلق بالمهنة، فهي موجودة. بوجودها وبنداءها وقع هذا الحضور. بالنسبة للمناسبة كنشكروا جزيل الشكر جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية والهيئة التضامن مع معتقلين السياسيين، اللي حتى قاموا بواحد الدور كبير واستجبوا لهم بحضورهم بدعمهم المعنوي وحضورهم الفعلي في الجلسة. كل شيء كيلاحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعم والمساندة والتضامن ديال المغاربة من جميع الفئات بدون تمييز، بدون رغم الاختلافات في الأفكار واللي بغينا، فكاين واحد الشيء بإجماع ديال جميع المغاربة مناصرة للقضية ديال النقيب زيان. كنشكرهم هما كذلك، لأن الدور ديالهم كان مهم وفعال لتحقيق هذا الحضور. فعلا أنا فاش مشينا حنا، لأن الزملاء سجلوا النيابة لأول مرة، أنا سبق لي سجلت النيابة وطلعت على الملف، مشيت كنلقى بأن الوثائق ديال الملف اللي ارتكزت على النيابة العام من أجل المتابعة ما موجوداش. المحاضر هذاك محاضر هذيك في القانون الجنائي راه تعتبر مجرد معلومات، ولكن الوثائق اللي تبنات عليها المحاضر تبنات عليها المتابعه ما كايناش. فبالتالي التمس من المحكمه المقرة انها تشوف اذا كاينين تجردهم معنا وتعطينا مهله باش نصورهم نطالعوا عليهم. حتى ما كانوش تامر بالضم ديالهم، وفعلا الرئيس ديال الجلسه فاش طلع الملف قال فعلا الوثائق ما كايناش، اقر بكلامي. دابا كاين واحد القرار ديال المحكمه على اساس ان الوثائق غادي تضم الجلسه الجايه، فاش تضم هاد الوثائق نشوفوا علاش كانت مبنيه هاد المتابعه. تاثر لان كيشوف الجسم ديالو ما تخلاش عليه، هذا راه مهم جدا بالنسبه له. هو راه حنا كنقول لكم حنا المحامين راه عائله، وخا يكون بينات الاختلافات حنا راه عائله، وفعلا عائله بحال الفرنسي كيقولوا لي كون فرير، يعني لا فراترنيتي، كاين الاخوه، كاين واحد الاحساس بالاخوه بيناتنا. واخا كيف ما بغينا نكونوا، واخا نختلفوا، ولكن كنتناقشوا كنترافعوا واحد ضد الاخر، كنخرجوا كنوليو خوت، والنقباء كنعتبروا الاباء ديالنا. فبالتالي كيفاش بغيتي يحس النقيب زين هو كيشوف ولادو، وولادو كيشوفوا باهم وكيتلاقاو، راه كان واحد الجو ديال 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 العاطفه، واحد الحماس، واحد ما نقدرش نوصفه لك، خصك تعيشه.